نعم، يسأل عن الختمة عندما يختم الإنسان القرآن، هل هناك دعاء معين في بداية الختمة أو في نهايتها؟ لا، ليس هناك دعاء معين، ولكن يسأل الله تبارك أن يتقبل منه فقط. نعم. وكان أنس رضي الله إذا ختم جمع أهله ودعا رضي الله عنه، لكن القصد إن ما في دعاء معين لختم القرآن.